عليكم ورحمة الله وبركاته. سيارة الأخ العزيز بعد أن وصلت من أمريكا، الهينا إجراءات الشحن والتخليص. السيارة هذه أحد الأخوة الكرام طلب أن نحن نشحنها له. الحمد لله رب العالمين، أنهينا الإجراءات وبنسلمها له بعد شوي. طبعا اللي عنده سيارة في أمريكا حاب يشتريها أو حاب يشحنها إلى أي مكان في العالم أو إلى أي ميناء في العالم طالما مسموح الشحن له، بإمكاننا أن نحن نشتريها أو نشحنها حسب ما هو يحب. بإمكاننا أيضا أن نروح ونفحص لك السيارة ونعطيك تقرير عنها، وبعد ذلك تقرر إذا كنت أنت بتشتريها أو أن بتختار وحدة ثانية. كل هاي الإجراءات بإمكاننا نحن نسويها في أمريكا أو في كندا. بإمكاننا نحن نشتري سيارة سواء جديدة أو مستعملة. شكرا لكم، منصور الحمادي.